على الرغم من فقدان البصر وهو بعمر 7 سنوات، إلا أنه استطاع إثبات نفسه وتحقيق الكثير من المنجزات. إنه المبتكر وصاحب الأنامل الذهبية سعد الربيعي، اللي تمكن من صنع نماذج لسيارات صغيرة وتصليح جميع أعطاب الأجهزة الكهربائية. تفاصيل أوفى بهذا التقرير، تابعونا. سعد البصير الذي لم تمنحه الحياة حق التمتع برؤية ألوانها، وهو بعمر 7 سنوات بادلها بالرد بجرأة وأثبت نجاحه وتحديه المذهل لمصاعب الحياة. فبعد أن أذهل الجميع بتصنيع سيارات صغيرة، تحدت إرادته قوة الإبصار فبدأ بتصليح جميع الأعطاب في الأجهزة الكهربائية، كان آخرها تصنيع راديو مبتكر لجميع القنوات الفضائية. هذا يعرض جميع الفضائيات بس هو صوت. إذا نريد مثلا نريد نبحث عليه أو ننزل تردد به، نسحب هاي الفيشة. شوفوا هذا الفيش، حتى نسحبهن ونحطهن على البلازما الصورة والصوت، ونبحث على هاي العدسة. هسه هذا باعوا أمامكم. هسه عندنا يكون عندي هسه باع. هسه هذا شسوار عندنا، هذا شنو؟ هسه الدقمة مالته محروقة، راح نبدل الدقم مالته. هسه نبدي مواقع التواصل الاجتماعي هي الأخرى ساعدت البصير في ترويج أعماله، فهو يعمد إلى إضافة جميع ما تصنعه أنامله الخصبة في صفحته الشخصية، معتمداً على برنامج الناطق في الأجهزة الذكية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يمكنه أن يختار الألوان من الأشكال في مخيلته، كما وأنه يعرف جيداً كيف يكون الفن التشكيلي دون دراسة أو انخراط في أي ورشة تدريبية. استخدمت الموبايل، هذا الموبايل عندنا برنامج صحول الناطق. هذا الناطق نستخدمه شلون؟ المبصر يستخدم الموبايل عن طريقة النظر، فإحنا نستخدمه عن طريق الناطق بحاسة الصبع، وين ما يعني ندوس أو الاسم أو الشسمه. فأني استخدمت هذا الموبايل، استخدمت الفيس، المازنجر، اليوتيوب والشسمه. فأني قمت يعني أسوي أنواع الصنع والشغلات، فاستعملت الفيس، قمت أنشر على صفحتي، فمن هاي صاروا عندي أصدقاء وصفحة وشسمه يعني. وهذا قاعد نمارس إحنا يعني بالتليفون يصحوله الناطق. إصرار البصير على إثبات ذاته دفعه إلى المشاركة في العديد من السباقات الرياضية، محرزاً مراتب متقدمة فيها من خلال انضمامه لفريق الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة كربلاء، فهو يكسر حاجز سواد العين حوله بإنجازه للعديد من التحديات الصعبة. من كربلاء، مختز عباس، الفلوجة.